بمختلف أوزانها ومختلف أحجامها، وتلتقي على مخرجات الحوار الوطني، من ثم تنقل هذه المتفقات إلى الإجازة في داخل المؤسسات التشريعية. المسألة دي كلها أصبحت حقيقة في فترة من الفترات منذ البداية هي قايبة تماما، ظل المؤتمر الوطني يتصرف لوحده مع الأحزاب التي يواليها أو تواليه، وكانت حقيقة هذه هي مشكلة كبيرة. المؤتمر الشعبي ليس مواليا للحكومة سيد؟ المؤتمر الشعبي ما موالي، المؤتمر الشعبي مشارك، مشارك في الحكومة لكن ما موالي للحكومة، لأن هناك أحزاب تزعمها عبود جابر تعرف أحزاب حكومة الوحدة الوطنية. نعم. هذه الأحزاب موالية ولا، وعدد من الأحزاب الأخرى. أما المؤتمر الشعبي هو الذي يجمع بينه وبين المؤتمر الوطني، هو شراكة سياسية إن كان كثير جدا كان يوصفها بأنها شراكة ضئيلة. مع هذه الضآلة كانت تؤدي دور فاعل جدا في إطار العملية بتاعت الممارسة السياسية. الأدارة أقول أنه معظم الفترة التي حصل فيها هذا الحراك، بالرغم أنه اتحلت حكومة الوفاق الوطني الأولى، اتكونت الحكومة المرة الثانية، طيلة هذه الفترة لم يكن هنالك أداء سياسي فيه انسجام يمثل كل القوى السياسية المحاورة الموجودة. وبالتالي تمثل أو اتضح ذلك جليا في كثير جدا من الاتفاقيات والبرامج والقوانين التي أودعت حتى في البرلمان، يعني دون قانون الانتخابات والجدل الذي دار حوله حتى يعني انسحب فيه أعضاء كثر من يعني برأيكم يعني عدم التوافق السياسي هو ما قاد إلى حل حكومة الوفاق الوطني؟ يعني السيد الرئيس اتخذ هذا القرار أكيد بعد دراسات واستشارات لعدد من 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 السياسيين أو قادة الأحزاب السياسية. أنا لا أتفق مع الرأي الذي يقول أن الرئيس عندما اتخذ القرارات التي صدرت بالأمس وأعلن فيها حالة الطوارئ وحل حكومة الوحدة الوطنية أو الحكومة الوفاق الوطني، فإنه لجأ إلى تشاور عدد من القوى السياسية أو حتى المؤتمر الوطني نفسه. والإجراء الذي قام به واضح جدا أنه هو إجراء أملته عليه كما تحدث الضرورة والمصلحة العامة للبلد، وفي في في هذا إشارة كبيرة جدا لفشل المؤتمر الوطني سياسيا كحزب، لأنه تعلم أنه هذه الأحداث بدأت في السودان وهذه التظاهرات امتدت لأكثر من شهرين ودخلت في الشهر الثالث، لكن لم تكن هنالك أي مبادرة سياسية من حزب المؤتمر الوطني حتى تصبح هي بمثابة علاج، وبالتالي دفعت في الساحة السياسية بعدد كبير جدا من المبادرات السياسية، جزء منها من تكنوقراط، جزء منها من مؤسسات عريقة، جزء منها من أحزاب أخرى، وهذه المبادرات كلها كان لها سقف محدد، سقفها فأن يكون هنالك حكومة على الأقل الحكومة انتقالية بغض النظر عن التمثيل فيها سواء كانت تكنوقراط ولا كفاءات ولا خلافه، لكن تكون حكومة انتقالية لفترة حتى الفترة مختلفة عليها. يعني هنالك عدد من الحركات المسلحة اللي جات في إطار السلام وعدد من الأحزاب السياسية تطرح حكومة انتقالية لفترة 4 سنوات.